السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ دي بقيت الرحلة بتاعتنا. احنا دلوقتي لسه خارجين من البيت اهو. دخلنا بقى على كارفور، عامل عروض جميلة قوي عشان العرايس واللي عندها بنات بتجهز. دي بطاطين جميلة، البطانية عاملة 650 جنيه، في منها الأشكال دي وفي منها السادة، يعني في منها الملون وفي منها السادة خالص كده بلون واحد. ودي اللي الحفة عامل عرض برضو عليها. هو بصراحة عنده نوع مضمون، كل دي ألوان وأشكال. ودي أطقم منايات، طقم المناية كامل ب119 جنيه. ودي الفوط، ده المكان اللي هو تجهيز العرايس اللي عايزه تجهز او اللي ناقصها حاجه في بيتها. وعامل برضو المخدات الفايبر دي، منها صغير ومنها كبير، عامل الواحده ب24 جنيه، مقاس 35 × 35. والفوط اهي والبشكيرات والحاجات الخاصه بالعرايس، ألوانه جميلة وأشكال حلوة ونوعيات تقيلة حلوة. وده السويت شيرت عنده رجالي، نوعيته حلوة، خامته حلوة، ب159 جنيه. البنطلون الجينز هو اللي ب159، السويت شيرت عامله ب100. وده أحمد بقى بيتصور وبيسلم عليكم وبيقول لكم كل سنه وانتم طيبين. في كل الحاجات اللي خاصه بقى برأس السنه. هو عامل عروض جامدة أوي أوي للحاجات ديت هناك، وعنده أشكال جميلة وحاجات حلوة كتير. ودي مشايات برضه عاملين عليها عرض، مشايات جميلة، الواحدة ب74 جنيه، وفي اللي هي الفرو دي ب85 جنيه. هي غالية بس بصراحة مضمونة عن أي مكان تاني. في اللي هي الألوان ديت ب59 جنيه، بس بصراحة حاجات بتعيش، يعني حاجات كويسة. ودي بقى حاجة المطبخ، الطقم ده عامل 1000 جنيه، 4 حلل، حلة كبيرة وثلاثة وسط، ومعهم سميتين للفرن. ودي حلة الضغط البريستو عاملة 2200، بس كبيرة، حلة كبيرة وتاخد كمية يعني حلوة، نوعها ديبال. وده بقى طقم عشا، في منه البيضاوي ده وفي المدور. عامل الطقم اللي شفناه ده 499، يعني 500. وفي الطقم التاني دوت برضو عامل احنا حاولنا نصور لكم الاسعار عشان ما نلحقهمش. وده برضو طقم منديل حلو قوي،
اهو طقم كامل شكله جميل قوي، 675 جنيه. اي طقم من دول ب 675، بس اشكاله جميله قوي. وده طقم مجات عامل 39 جنيه، يعني 40 جنيه، بس نوعيته حلوه برضه. وده المصفى بقى، المصافي كلها بالاشكال، بالحفاظات اللي ممكن تشيلها في التلاجة، عاملة 17.95، اللي ممكن تحط فيها الطماطم، تحط فيها اي حاجة في التلاجة بتبقى حلوة. ودي بقى كل انواع الطاسات، ده طقم على بعضه يعني التلاتة مع بعض. ودي الصفايات اهي، منها الوان كتيرة، منها الوان كتيرة. مع بعضك بقى. مش هجيبك، مش هجيبك انا. دي الصواني السيراميك، في منها مقاسات كده زي ما انتم شايفين. دي السيراميك عامله 199 جنيه. هنا القسم دوت خاص بكل الصواني بقى. وده برضو البلاستيك، الواحدة ب24 جنيه، 95 يعني ب25 جنيه، بس ألوانها جميلة بصراحة ونوعيتها حلوة تبع الهلال والنمل. دي حاجة الأطفال بقى، والكورة للي بيحبوا الكورة. الكورة عاملة 79 جنيه. ودي عرايس جميلة للأطفال، شكلها جميل قوي وموري. دي عروسة كاملة بالعجلة بتاعتها بحاجتها كلها، بس جميلة أوي شكلها حلو. عاملة 279 جنيه، يعني سعرها معقول. ودي عروسة تانية برضو معاها حاجتها، رضعتها معاها حاجتها كلها. بصوا تليفونها وكل الحاجات الخاصة بيها، والعجلة برضو بتاعتها عاملة 199، يعني 200 جنيه. دي بقى الغسالة المفاجأة بقى اللي لسه نازلة، غسالة تعتبر غسالتين في بعض، غسالة من فوق الكبيرة وغسالة من تحت للحاجات الصغيرة. بصوا بقى المفاجأة دي، اتنين في بعض. دي الحلة الصغيرة، الحلة الصغيرة دي الحلة الكبيرة، دي بتاخد الحاجات الصغيرة. ودي طبعا هي شكلها جميل ومغري بصراحة، 40,000 جنيه. بس المفاجأة انها ب40,000 جنيه، ما شاء الله. يعني دي نتصور جنبها، جميل، محدش هيشتريها من ال جي لانها غالية قوي، يعني اتنين في بعض، بس 40,000 كتير قوي بصراحة. ودي العجانات، بس بصراحة قالوا لنا ان في شهر واحد ان شاء الله العجانات دي هينزل منها عروض حلوة، ان شاء الله نصورها لكم للي عايز يشتري عجان وياخد فكره. دي العجانات كنود، وفي انواع تانيه. ودي التلاجه، منها حاجات دي غالية بصراحة، غالية جامد. دي منها دي فريزر ومنها تلاجة، يعني اتنين برضو في بعض، عاملة 16,900، يعني 17,000، بس اتنين في بعض. اما الغسالة العادية اللي هي جاك ديت ب4,449 جنيه، دي العادية، غير طبعا اللي شفناها ب40,000 جنيه، دي للتصوير فقط. يا رب الرحلة تكون عجبتكم وتكونوا استمتعتوا معانا. السلام عليكم.
الله.